قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية تقدم لكم هذه المادة. على أهل المخطوبة والمخطوبة أن تختار الزوج الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه، شوف بدأ بالدين، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ترضون دينه، كن مستقيم على دينه، محافظ على دينه وعلى أداء الفرائض وترك المحرمات، وخلقه، وترضون خلقه أيضا، لأن لا يكون أحمق أو سيء الخلق، لأن هذا يسبب التكدر في الزوجية، قد يفضي إلى الفراق. فلا بد أن يختار الزوج الصالح. يجب على ولي المرأة وعلى المرأة نفسها أن يختاروا الزوج الصالح في دينه وخلقه، لأن هذا يترتب عليه أموراً في المستقبل. فليس الزواج لقضاء الشهوة فقط، وإنما هو تأسيس للأسرة. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.